توا لا مسلي على النبي نقعد ونحلوا سقيم زين مشي والخير جاء حريه ونحن منا الحريه ونحن جبنا ثورة هرب منها ديكتاتور مش من عادات التونسي التونسي المتحضر أشعلت في قلوب الناس روح الحرية والديمقراطية خبي احنا شعب غابين حبوا شكبه والرمين أخذتنا من الخوف إلى الشجاعة هو سجعني باش لبس نقاب وهو سجعني باش حبيت النهضة من الجهل إلى المعرفة خطران نجم القريه بورقيبة طبعا طبعا من حب النفس إلى حب الوطن طموحات أنا ما عنديش حزب ومنش مترشح من الصمت إلى الصوت نحن عنا حرية منتخبوا كين حبونا عنا ومن سبعة إلى سبعة ونصف يحيى سيناجيب يحيى سيناجيب يا ربي معنا مع النهضة 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 سبعة ونصف الفيلم الذي يروي ملحمة شعب خرج من الديكتاتورية ليذهب إلى صندوق الاقتراع سبعة ونصف الفيلم الوثائقي الجديد لنجيب القاضي قريبا في قاعة السينما